مهم جدا وانا بتكلم مع حضراتكم ان انا اتكلم عن صفقات النادي الاهلي. وصفقات النادي الاهلي لما يجي نتكلم عنها النهارده تحديدا هنتكلم عن هذه الصفقات لانها بتخصنا احنا بس، ما بتخصش حد تاني. انا لما بجيب صفقات بجيب الصفقات اللي انا شايفها كاداره كره قدم مع مدير فني شايفين ان احنا عندنا او محتاجين 1 2 3 4 خلال الفتره اللي جايه. فاداره كره القدم بتسعى ان هي تعمل للمدير الفني، احنا دايما في النادي الاهلي او مؤسسه النادي الاهلي دايما بيحصل فيها كده، المدير الفني بيطلب، اداره كره القدم مع اداره التعاقدات مع امير توفيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ بيظبطوا الامور علشان يجيبوا اللاعبين اللي عايزهم المدير الفني. محدش بيتدخل مع المدير الفني الا لو كانت الامور فيها كده كلام من الناحيه الفنيه، ولكن كلمه المدير الفني هي اللي دايما بتغلب في اي شيء فيما يخص الصفقات من الناحيه الفنيه. فانا لما بجيب صفقه بجيبها عشان انا محتاجها، مش عشان انا اعمل بيها شو مثلا، او كنادي اهلي يعني مش عشان انا اعمل بيها شو او علشان انا اغيظ حد تاني ان انا جبت صفقات اطلاقا. ولا حد بيفكر بهذا الشكل. من اول موعين على النادي الاهلي لغايه دلوقتي كل الامور ماشيه في شكل او في اتجاه مؤسسي، بمعنى ان تاني مره بقولها لتاني مره اهو، المدير الفني بيختار واداره التعاقدات بتعمل بعد موافقه اداره كره القدم اللي بنسبه كبيره جدا او في الغالب هي بتوافق على كل اللي عايزه المدير الفني، لانه هو بيبقى الاقرب للفريق وهو اللي عارف احتياجات الفريق وهو اللي هيتحاسب بالمناسبه. فما فيش حد في النادي الاهلي ما بيتحاسبش، كل واحد بيعمل مهمته وفي اخر السنه اخر السنه بيتحاسب، حضرتك عملت ايه؟ كنت طلبت 1 2 3 وفينا لك بكل طلباتك، وبالتالي احنا كنا عايزين دوري وكاس وبطوله افريقيا وكذا وكذا وكذا، خدنا 1 2 3 4 5 وانت ماشي بشكل جيد او فيك مشكله فبالتالي بننهي التعاقد مثلا. يعني انا بتكلم مثلا عشان ما حدش ياخد كلمتين دول ويروح في حته تانية، او بنناقش وبنحل الامور. هذه هي طريقه عمل مؤسسه النادي الاهلي في مثل هذه الظروف. زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره اللي فاتت كابتن محمود الخطيب اجتمع مع الفريق في ارض الملعب واتكلمنا كتير في هذا الامر وقد ايه ان كان له تاثير ايجابي جدا جدا على كل اللاعبين. لاعبين في بعض اللاعبين خدوا اجازه، بعض اللاعبين راحوا على المنتخب الوطني، وبالتالي كلام كتير جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم فيه في هذه الصفقات. فانا لما بجيب بيرسيتاو مثلا او بجيب مكسيكوني مثلا او بجيب كريم فؤاد، او مش مثلا ده حقيقي، او بجيب كريم فؤاد او حسام حسن، مش الغرض منه ان انا عايز اعمل اي حاجه غير ان انا اشوف ايه النواقص اللي عندي واشتغل عليها بس كده، مش حاجه تانية خالص. ما يهمنيش انا حضرتك بتقول ايه، او ما بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني بيقول ايه او ما بيقولش ايه، او حضرتك بتودينا فين او بتقول ايه، لانه انا في النهايه بأنفذ ما هو مطلوب مني من خلال وجود هذه الصفقات في النادي الأهلي بالاتفاق مع المدير الفني أو بعد رغبة المدير الفني في إسلام أو في بيرسيتاو أو في كذا أو في كذا أو في كذا. الصفقات دي جمهور النادي الأهلي بيشوفها وبيتفرج عليها وبيعرف إن هي بنسبة كبيرة جدا، مش طبعا مش بنسبة 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا الصفقات اللي بيعملها دايما النادي الأهلي بتلاقوا ليها مردود جيد جدا 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 مع الجمهور، لأن احنا الحمد لله عندنا إدارة كرة قدم واعية وعارفة كويس جدا هي بتتكلم في إيه، وعارفة كويس جدا لما بتتكلم مع المدير الفني بتتكلم معاه إزاي، ونفس الكلام عندنا مدير فني جيد جدا وبيختار وبيعترف بأخطائه بيعترف بأخطائه وده حصل في المؤتمر الصحفي الأخير.